عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب نتمنى راكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. إن شاء الله غادي نهضر لكم في هذا الفيديو على مجموعة من المفاهيم والأمور اللي غيخصكم ضروري تفهموها باش يسهل عليكم فهم ديال هذا الجزء من الفيزيولوجي أنيمال ديال الأندوكرينولوجي، وباش الفيديوهات الجايين تستطيعوا أنكم تتبعوا معايا بشكل عادي. إذا بسم الله على بركة الله نبدأ. أول حاجة خاصكم تعرفوا هي هذه الأورغانيزاسيون هذه. خاصكم تعرفوا باللي مجموعه تاع لي زاتوم تعطونا دي موليكول، ومجموعه ديال لي موليكول كيعطونا دي سيلول، مجموعه ديال لي سيلول كيشكلوا لينا دي تيسيو يعني نسيج، ومجموعه ديال لي تيسيو فيما بعضياتهم كيشكلوا لينا دي زورغان، ولي زورغان فيما بعضياتهم كيشكلوا لينا دي سيستيم، ولي سيستيم كاملين اللي كاينين في لو كور ديالنا بحال لو سيستيم نيرفو، سيستيم اندوكرينيان، سيستيم لانفاتيك اي دوتغ سيستيم، هادو كيشكلوا لينا لورغانيزم ديالنا ككل. تاني حاجة اللي بغيتكم تعرفوها هو كيفاش كتكون لا كومونيكاسيون بين لي زورغان. فاش كنقول لا كومونيكاسيون بين لي زورغان كنقول هنا انتر اورغان. انتر ديما كتعني بين هادي وبين هادي، وانترا كتعني على انتيريور ولا دودون. دونك هنا غادي ندوي على البرانسيب دو لا كومونيكاسيون انتر اورغان. اول حاجة خاصكم تعرفوا هو كيكون عندنا واحد لورغان ايميتور دو ميساج، يعني داك لورغان اللي غادي يعطينا الميساج كي يرسل لنا واحد الميساج، وكاين واحد لاكسيبتور ديال داك الميساج اولا كيتسمى اورغان ريسيبتور دو ميساج. دونك هاد جوج كاينه بيناتهم واحد لا كومونيكاسيون، كيفاش؟ اترافير واحد لو ميساج، وهاد لو ميساج كيكون دو ناتور تري ديفيرونت. مثلا ممكن انه يكون الكتريك، ممكن انه يكون شيميك. الكتريك مثلا بحال كيفاش كيتصرف لو سيستيم نيرفو ديالنا، شيميك بحال مثلا لي موليكول اللي كيرسلهم دو ناتور ليبيديك، دو ناتور بروتييك، دو ناتور غليسيديك اكسيتيرا. تاني حاجة اللي خاصكم تعرفوا هو لو ميكانيزم هرمونال كيفاش كيتم. تيكون عندنا واحد لو باغامتر دوني اللي هو هذا، فاش كتوقع عليه واحد لا موديفيكاسيون يعني كيتغير بواسطة واحد العامل معين، غنتعرفوا على العوامل اللي كيغيروا من بعد، اش كيوقع؟ ديك لا غلوند اندوكرين إل غياجي إي ديكلونش أن ميساج كوريسبوندون، يعني أن لا غلوند كتحس بهذيك لا فاريسيون أولا ديك لا موديفيكاسيون ديال داك الباغامتر، وبالتالي كتفرز لينا دي زغمون. كما كتشوفوا هنايا لا غلاند اندوكرين ليبر اون هرمون دون لو سون، فوالا هي كيتليبرا في لو سون. لورمون اي فيكولي بار لو سون، يعني الدم كيدي هاد لورمون هذا، فوالا فوالا سير 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 ياك، وكيوصل واحد المجموعه تاع لي سيلول كي نو سون با سبيسيفيك. ومين كنقول نون سبيسيفيك سافا دير ان ما عندهمش واحد الريسيبتور اللي غادي يشد لينا داك لورمون، وبالتالي لورمون ني با كابتي اي ناجي با سور لي سيلول سون ريسيبتور. لي ما عندهمش ريسيبتور ديالو راه كيعطيهم اتساع، حيت ما يمكنش اي سيلول في الجسم ديالنا انه يحفزها اولا انه يخليها دير واحد الوظيفه معينه. المهم لورمون كينتقل في لو سون سير سير سير، كاينين تيل قلت لك عاوتاني مع دي سيلول اخرين مثلا، ولكن دوك لي سيلول ما عندهمش ريسيبتور ديالو بكل بساطه، وبالتالي ما غاديش يرياجي عليهم. قالك سي لي ريسيبتور ان ادابتي لورمون نو سو فيكس با، يعني الا ما كانش داك ريسيبتور ديالو راه ما كيتفيكساش. ما عليناش سير سير سير، ها هو لورمون تلاقى مع دي سيلول سيبل ديالو اللي عندهم لي ريسيبتور عندهم نفس الشكل ديال لورمون. دونك سول لي سيلول سيبل اون دي ريسيبتور ادابتي، فقط لي سيلول لي سيبل اللي عندهم دي ريسيبتور ديالو. وممكن ان بليزيور سيلول سيبل يكونوا عند داك لورمون، كاينين بليزيور دي سيلول سيبل كما كتشوفوا هنايا، ومباشرة من بعد لا سيلول ما كتشد او لا ما كتغسوى هذاك الهرمون اوتوماتيكمون كدير واحد مجموعه ديال لي رياكسيون. هذوك لي رياكسيون كيساهموا ان داك البارامتر اللي تموديفيا في الاول يرجع للحاله الاصليه ديالو اللي هي ليكيليبر. دابا غندوز لو كونترول بيوشيميك. فاش كنقول كونترول بيوشيميك يعني هذوك لي سيلول كيفاش كيكونترولاو دوتغ سيلول اولا كيفاش كيكونترولاو بعضياتهم en utilisant des molécules biochimiques. Les molécules biochimiques, il y en a comme des protéines de nature protéique, de nature glucidique, de nature lipidique. Donc, le type de le contrôle, c'est le contrôle autocrine. Est-ce qu'on parle d'autocrine? Autocrine, qu'on parle de ça? On a la cellule qui synthétise des molécules, et donc les molécules qui réagissent à elle-même. C'est autocrine. كاين لو كونترول باراكرين. كيفاش هاد لو كونترول باراكرين؟ يعني ان واحد لا سيلول كاينين دي سيلول فوازينونت ليها جاراتها كاينين حداها
وبالتالي كتفرز واحد الهرمونات او لا واحد لي موليكول بيوشيميك كما بيكون النوع ديالهم، ولكن داك لو كونترول كيكون حداها، يعني ما كيحتاجش الدم باش يدوز هذوك لي موليكول ويديهم حتى لي سيلول، لا كيكونوا تقريبا في واحد التيسيو، وهذاك الهرمون او لا هذيك لا موليكول بيوشيميك كتاثر على لي سيلول فوازينونت ولا ادجاسونت اللي حدا بعضياتهم. هذه هي باراكرين. عاد كاين حبيب الجماهير اللي غادي ندويو عليه تقريبا في هاد البارتي كامله، اللي هو لو كونترول اندوكرين، اللي هو كيكون عندنا واحد لا سيلول كي سانتيتيز دو ميساج ولا واحد لا سيلول ايميتريس، وكيحتاج لهرمون ضروري الدم باش ينتقل لدوتغ سيلول اللي كيتسماو دي سيلول سيبل. هذا هو لو كونترول اندوكرين، يعني خاصو ضروري الدم باش ينقل هادوك لي موليكول. وكما قلت لكم هنايا لوندوكرينولوجي كتعني اوندو يعني دودون على الانتيريور، او كرينوس كتعني سيكريتي سافادير لا سيكريسيون او بيان لا رياليزاسيون دي موليكول على الانتيريور دو كور. كما كتشوفوا هنايا لا سيلول كتسانتيتيزي دي موليكول، دوك لي موليكول كيخصهم ضروري ينتقلوا عبر الدم. دونك لوندوكرينولوجي هي لا سيونس كي ايتوديي لي سيكريسيون على الانتيريور دو كور هومان على الاخر، او بلو سبيسيفيك دو لو سان. Donc le système endocrinien est disséminé dans tout l'organisme. يعني كما كتشوفوا هنايا هنا كيعني ان لو سيستيم اندوكرينيا منتشر في الجسم ديالنا كامل، في الراس، في العناق، في الصدر اكسيتيرا، في التوب ديجيستيف، في لي زوفير، تيستيكول اكسيتيرا. اي لي غلاند اندوكرين سون دي تاي تري ديفيرس، يعني كما كتشوفوا كاينين دي غلاند اللي هما كبار، دي غلاند صغار، بحال مثلا لي بوتالاميوس ولي بوفيزرا صغيورين بزاف قد اللوزه باغ اكزومبل، كاينين وحدين كبار، كاينين وحدين صغار اكسيتيرا. دونك هادي دونك لا تاي ديال هاد لي سيستيم اندوكرينيا او بيان لي غلاند اندوكرينيا اي سون تري ديفيرس. الحاجه الاخرى اللي غادي ندوي عليها، لو سيستيم اندوكرينيا فيه ثلاثه ديال الانواع. سيستيم اندوكرينيا ديفو كنقصد بها انه على انتيريور ديال واحد لو تيسو دوني كاينين هكا دي سيلول ايزولي من هنا من لهي من هنا من لهي، والوظيفه ديالهم هي لا سيكريسيون ديال لي هرمون. دونك سو سون دي سيلول اندوكرين ايزولي يعني معزولين دون سيغتان ايبيتيليوم. وكما كتعرفوا لي تيسيو ايبيتيليال هو سي ان تيسيو دو ريفيتمون، بحال مثلا الجلد، بحال مثلا كاع دوك الاغشيه ديال لي زورغان اكسيتيرا. دونك باغ سي باغ لا كتلقى دي سيلول هكا عندهم وظيفه ديال لا سيكريسيون دي زورمون. اوكي دي غلاند اندوكرين ديفوز، فاش كنقول دي غلاند اندوكرين ديفوز دونك سو سون دي زاما تيسيولير دو سيلول اندوكرينيان سيتوي دون ان اوتر تيسيو. كما كتشوفوا هنايا سو سون دي زاما يعني واحد اللمه ديال لي سيلول، الوظيفه ديالهم هي لا سيكريسيون دي هرمون كما كتشوفوا، ولكن هما اصلا متواجدين في دي زورغان اللي ماشي هذيك هي الوظيفه الاساسيه ديالهم. يعني مثلا نعطيكم مثال، مثلا كيكونوا في البنكرياس، فيه دي زيلو دو لانجرهانس، هذوك لي زيلو دو لانجرهانس هما اللي كيديروا لا سيكريسيون ديال ديك لي هرمون. هذوك سو سون دي زاما، بينما هذاك لورغان كامل ماشي غير ديال لا سيكريسيون، فهمتوني شبغيت نوصل لكم. دونك لي غلاند اندوكرين ديفوز كيكونوا في دي زورغان اللي ماشي لا سبيسياليتي ديالهم هي لا سيكريسيون. عاد كاين لي غلاند اندوكرين بروبرمون ديت، يعني سبيسيفيك، كتلقى اورغان على قد سبيسيفيك ديال لا سيكريسيون. فاش كيكون سبيسيفيك ديال لا سيكريسيون كنقولوا سي تون غلاند اندوكرين بروبرمون ديت او لا سبيسيفيك. وهاد لي غلاند او هاد لي سيلول اللي مشكلين هاد لي غلاند كنلقاو فيهم تخوا تيب ديفيرون. كاينه ترابيكولار اورينتي كما كتشوفوا هنايا، هما سو سون دي سيلول الونجي يعني مجبدين ياك، ولكن لو بول بازال ماشي بحال لو بول ابيكال، يعني كاين واحد الاختلاف بيناتهم، ما كاينش واحد لا سيميتري. وعلاش اورينتي؟ كاملين كيكونوا صادين لاتجاه واحد، بحال مثلا لا غلوند كورتيكو سورينال. المهم هادشي غادي نشوف هاد لي غلوند غنشوفهم بالديتاي. دابا غير شوفوا معايا لوريونتاسيون او بيان لا فورم ديال لي سيلول اللي كيشكلوا لينا هاد لي غلوند ترابيكول اورينتي. عاد كاين لي غلوند اللي لي سيلول ديالهم ترابيكولار ولكن نون اورينتي، بحال هكا كيكونوا نفس البلان كما قلت لكم، ما كايناش سيميتري، البول ابيكال ماشي بحال البول بازال، ولكن نون اورينتي سافو دير شي صد هكا شي صد هكا. دونك مخربقين من هاد بهذا المفهوم هذا، كوم البنكرياس اندوكرين، كوم الباراتيرويد، كوم ليبوفيز اكسيتيرا. عاد كاين لي غلاند فيزيكولار، هاد لي غلاند فيزيكولار يعني عندهم واحد التجويف على الانتيريور دي سيلول ديالهم اللي كيستوكي فيها مثلا دوك لي هرمون ديالو اكسيتيرا، بحال مثلا لا تيغويد.
دابا غادي ندويو على هادوك الحوايج اللي كيخليو لي بارامتر انهم ديال الجسم ديالنا انهم يتموديفياو ولا انهم يتبدلو. دونك كنقولو ليهم دي كونترانت. دونك كاينين دي كونترانت انترن دي كونترانت اكسترن. دي كونترانت انترن بحال مثلا داكشي اللي غيتبدل في الجسم ديالنا الداخل، مثلا غادي يجي مثلا ناكلو الملح بزاف ولا ناكلو السكر بزاف غادي يوقع واحد البلان مثلا. وكاينين دي كونترانت اكسترن مثلا على برا شي حراره حرقاتنا في شي قنت ولا شي صاد ولا المهم شي بلان بحال هكذا. المهم هاد لي كونترانت كاينين فيزيك كاينين شيميك كاينين جينيتيك كاينين ميتابوليك. فيزيك مثلا شي مجهود عضلي انطونس درناه، شيميك مثلا شي برودوي مثلا باغ اكزومبل تقطر عليك شي برودوي اولا كليتيه في الماكله ديالك ولا شي حاجه. جينيتيك مثلا شي طفره اولا شي بلان هكا ديجا وقع عليك لا قدر الله مثلا تعرضتي لشي غادياسيون غاما ولا شي بلان بحال هكذا. ميتابوليك يعني كيكونوا دي ميتابوليت سيكوندير، وهذوك لي ميتابوليت سيكوندير بما انه كيتبدل التركيز ديالهم في الجسم ديالك اوتوماتيكمون الجسم ديالك خاصو راه هذا بالنسبه لي سيت ان كونترانت يعني واحد التغير وخاصو يشوف كيفاش غادي يجيري. الا جاب الله ادابتا وقدر انه يغيرو كنقولوا سيت اون انتيغريتي فونكسيون يعني داكشي خدام مزيان يعني لوغان راه هو هذاك امارش صافي غادي يكمل الخدمه ديالو عادي. ولكن الا كان هذاك الزمر فولنيغابل يعني صعيب شويه على الجسم ديالك وقع عليه شي تاثر ولا شي حاجه بحال هكذا اوتوماتيكمون كندخلوا في اون فيزيوباثولوجي. فاش كنقولوا فيزيوباثولوجي يعني واحد المرض فيزيكا ولا فيزيولوجيك سافا دير ان داك لوغان مثلا ولا شي حاجه كيوقع فيه واحد الدوماج اولا واحد الضرر بهذا المعنى هذا. L'organisme doit donc réagir pour maintenir des conditions favorables qui répondent à ses besoins et assurent la survie des cellules et maintien de l'homéostasie. يعني ان الجسم ديالنا خاصو ضروري يرياجي باش يرد هذيك لا موديفيكاسيون اللي وقعات ليكيليبر. وهذه القضيه هذه كنسميوها لوميوستازي. يعني لوميوستازي هو لو مانتيان ديال ليكيليبر كونستانت على انتيريور دو نوتر اورغانيزم. يعني شي حاجه اي بارامتر كان خاصو لو ماكسيموم علاش قد يحاول يخليه ديما كونستانت يعني ما يتبدلش. بحال مثلا السكر ديما يخليه في واحد النسبه، كالسيوم ديما يخليه في واحد النسبه، فهمتي اش بنقول لكم؟ ضربات القلب ديما يكونوا في واحد النسبه وما الى ذلك. دونك هاد القضيه كنسميوها لوميوستازي. دونك هنا غادي نهضروا على واحد ليكزامبل. مثلا ملي كيكون عندنا واحد كونترانت فيزيك كما قلنا واحد اكزرسيس فيزيك انطونس، دونك شنو كيوقع للجسم ديالنا؟ اول حاجه لو بول فيرسومون دو لوميوستازي، يعني ان لوميوستازي ما كتبقاش هي، كتقلب شويه ولا كتبدل كتغير. كيفاش؟ لا بريسيون سونغا كيطلع. لا بريسيون سونغا يعني نتوما عارفين بلي فاش كدير واحد ليكزرسيس فيزيك كتفقد الماء، فاش كتفقد الماء اوتوماتيكمون التركيز ديال لي موليكول على انتيريور دو فوتر سون كيتزاد، وهذا هو لا بريسيون اوسموتيك ولا لا بريسيون سونغا. علاش؟ نتوما كتعرفوا مثلا باللي الا ذوبت حجره ديال السكر فيها 5 غرام في 100 مللتر ماشي هي الا كنت غندوبها في 10 مللتر، كاين فرق. يعني الا ذوبتها في 100 مللتر التركيز غيكون خفيف، ولكن نفس الحجره الا ذوبتها في 10 مللتر التركيز غادي يكون كبير بزاف بزاف. دونك هنا البريس بما انك كتعرق وكتفقد الماء اوتوماتيكمون البريسيون سونغا كيطلع. ضربات الجسم اولا ضربات القلب ديالك تيطلعوا، لي باتمون دو كور ال اوغمونت يعني خاص هادشي كيوقع. لا تمبيراتور كهي كتطلع، لا برودكسيون دو لا شالور كتطلع، هادي تقريبا نفس الحاجه. الميتابوليزم حتى هو كيطلع يعني كتولي كتحتاج بزاف ديال الجلوكوز وبزاف يعني خاص تخدم مزيان. لا بيرت دو كتمشي كيمشي با ترانسبيراسيون. الجلوكوز و الاكسجين سون كان كيهودو بيسك ان الجلوكوز و الاكسجين كيتسالكو في التمرين العضلي اولا الشده العضليه. دونك الجسم ديالنا خاصو يغياجي ضروري و رابيدمون. دونك لا رياكسيون رابيد دو لورغانيزم بور مانتونيغ دو لوميوستازي شنو كيدير؟ إليفيت ليليفاسيون امبوغتون دو لا تمبيراتور و دو لا بريسيون، يعني خاصو يهود هاد الخير هادي، ما هودوش غادي نوقعو في المشاكل. كيدير ليكونومي دو لو، ليكونومي دو لو يعني ما كيخليناش اننا نفقدو لو بزاف. الالف لو طو دو جليكوز يعني خاصو يزيد لو طو دو جليكوز في الدم ديالنا، حيت نتوما كتعرفوا بلي الجليكوز كيتستوكا في العضلات، دونك خاص يعطي العضلة انها تخرج داك الجليكوز باش حنا نقدروا اننا نتحركوا ونستعملوا داك الجليكوز. الاكتيف ليليميناسيون دي ديشي يعني انت بما ان كيكون عندك الميتابوليزم في الجسم ديالك يعني الديغراداسيون يعني كلشي خدام تيتحرق وكيتقطع اوتوماتيكمون غينتجو عليه دي ديشي، يعني دوك لي ديشي خاصهم يتيليميناو من الجسم ديالنا باش ما تاكوميلاوش. دونك هكا هذا هو المثال البسيط ديال كيفاش الجسم ديالنا كيمانتيان لوميوستازي.
دونك كما شفتو لوميوستازي اولا الجسم ديالنا كيدير بزاف د الحوايج باش يمانتيان هاد لوميوستازي. دونك هادي نعرفو شكون هما هاد لي سيستيم اللي كيتحكموا في هاد لوميوستازي اولا شكون اللي كيديتيكتيها والمسائل على اساس ان لوميوستازي تبقى محافظين عليها. كاينين جوج ديال لي سيستيم، كاين لو سيستيم نيرفو وكاين لو سيستيم اندوكرينيان. نيرفوس سيستيم ان اندوكرين سيستيم. دونك النيرفوس سيستيم هنا غادي نديرو واحد الكومباريزون اونتر هاد لي دو هادو. وورد سيستم سبيسيفيك ستراكشر ارانجمنت بيتوين نيورونز اند تارجت سيلز. يعني يا سيدي هنايا بحال قلتي هنا هذا عنده الخيط ديال الانترنت. نعطيكم مثال بحالاش دابا عندك الروتر والبيسي خاصهم خيط، مثلا شي بيسي ما فيهش الويفي يعني خاصو الخيط ضروري باش يتم ارسال ديال لا كونيكسيون من هنا لهنا. نفس الشيء بالنسبه للنيرف سيستم. وايرد سيستم يعني خاصو ضروري شي خيط اللي غادي يجمع بيناتهم بجوج. بينما لوندوكرين سيستم وايرلس سيستم يعني الويفي نو ستراكشر كونيكشن ويد وان انذر تارجت سيلز. يعني خاصو غير الدم هو غادي ينقل داك المسائل ديالو، هذا داير بحال الويفي كيتنقلو غير من بعيد. هذا هو الفرق بيناتهم بجوج. نيرفوس سيستم عاوتاني كيستعمل نورو ترانسميتر رايزد ان ديفيوز درو شورت ديستانس. يعني هذا كيتواصل بواسطه ديال نورو ترانسميتر كيرياليزيهم يعني كيطلقهم وكي اجيو اكورت ديستانس. بينما اندوكرين سيستم هرمون رايز كاريد ان بلاد تو لونج ديستانس. يعني هذوك لي زغمون لي سانتيتيزي كيمشيو في الدم على واحد المسافه بعيده بزاف. دونك هذا مسافته بعيده، هذا مسافته قليلة. Anatomic relationship between nerve cell and target cell. يعني ضروري تكون واحد الكونيكسيون فيزيك اللي غادي تجمع بيناتهم بجوج. يعني اصلا مثلا كما كتعرفوا مثلا العضلة فاش كتبي تحرك خاص يجيها واحد الميساج من الدماغ ديالنا على اساس انها تحرك، وراه كاين واحد الخيط كيتسمى لينير خيط ديال الدماغ وصل حتى العضلة كيحفزها باش هي دير هذيك الحركه اولا هذا. دونك اناتوميك ريليشن شيب يعني كاين واحد الحاجه فيزيك اللي جمعهم بجوج. بينما هاد لوندوكرين سيستم سبيسيفيسيتي اوف تارجت سيل باندين يعني كيستعمل لي ريسبتور، يعني هو كيعرف غير لي ريسبتور داك الهرمون اللي غيتغيريز خاص ضروري يجي داك الريسبتور يلصق عليه عاد ممكن انها تخدم. نيرفوس سيستم عاوتاني response is rapid and brief millisecond. يعني الاستجابة ديال هاد السيستم نيرفو غابيد بزاف ودغيا خفن زربا خفيفة ضريفة. بينما ديال الاندوكرين سيستم slow and long lasting response. يعني هادو بحال قلتي خاصو واحد المدة باش يغيرج حيت كتعرف بلي الهرمون خاصو يدوز من الدم اكسيتيرا. بينما هادو بما انهم دايز ديريكتومون الميساج من في الخيط راه دونك دغيا غادي يوصلو. coordinate rapid and precise response. هادي لا كورديناسيون يعني ليزون بين هادوك جوج اولا التواصل بينهم دغيا غابيد. بريسايز ريسبونس يعني ان الاستجابه والدقه ديالها كبيره بزاف. وبالنسبه لوندوكرين سيستم كنترول اكتيفيتيز اوف لونج ديوريشن اكزامبل جروث ريبرودكشن ميتابوليزم وور ان الكترولايت ريجوليشن. يعني هنا قال لك اسيدي بلي هاد الاندوكرين سيستم اولا سيستم اندوكرينيا كي يتحكم لينا ولا كي كنترول لينا دوك لي زاكتيفيتي بيولوجيك اللي هما عندو خاصهم واحد المده. مثلا بحال الجروث يعني هو الكواسونس، الريبرودكشن يعني التكاثر اكسيتيرا ما ينتولد وداك الشيء، الميتابوليزم يعني الهضم وما الى ذلك، وار ان الكترولايت ريجوليشن يعني نسبه المياه ونسبه الالكترولايت. الالكترولايت هما سيسون دي زيون اللي كيكونوا في الماء ولا كيكونوا في اي سوليسيون اون جينيرال كيكونوا شارجي. دونك لا ريغولاسيون ديالهم كيتحكم فيهم. هذا هو يعني هاد لوندوكرين سيستم كيتحكم في ديزاكتيفيتي اللي كياخذوا شويه ديال الوقت. دونك ماتنون غادي ندوي على لي ديكلونشور دي غلاند اندوكرين. يعني شكون اللي كيحفز وشكون اللي كيستيمولي هاد لي غلاند باش يسانتيتيزيو لينا دي زغمون. عندنا يا سيدي ثلاثه ديال لي ستيمولوس. كاين ستيمولوس هيمورال سي تان باراميتر سونغا اجي سور لا غلاند. يعني هاد الهيمورال هو واحد البارامتر يعني مثلا واحد بحال مثلا الكالسيوم، خدينا مثلا هنا الكالسيوم كلينا شي وجبه غنيه بالكالسيوم. لا غلاند باراكرين او لا باراتيرويد، اعتذر باراتيرويد كديتيكتي
هاد الكونسنتراسيون اللي طلعت ديال الكالسيوم، وبالتالي كتسانتيتيزي واحد الهرمون كيتسمى الباراتورمون، هو اللي مسؤول على انه يخفض الكالسيوم في الدم. ندوزو للستيمولوس الاخر اللي هو ستيمولوس نيرفو، يعني سي تاع النير اجي سور لا غلاند. لو نير قلنا هو واحد الخيط اللي جاي من الدماغ كيتسمى لو نير، كما كتشوفوا بحال هكا سير 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 سير، ها هو فوالا. المهم باش ما نبقاش نقول الدماغ غادي نقول سيستيم نيرفو، جاي من سيستيم نيرفو وكيتحكم لينا في واحد اون غلاند، باش فاش كيوصل هذا الميساج من عند هذا لي نير اوتوماتيكمون كتسانتيتيزي هي دي هرمون في هذا في الدم. دونك هذا ستيمولوس نيرفو. دابا غادي نمشيو لستيمولوس هرمونال. ستيمولوس هرمونال دونك اون اوتر هرمون اجي سور لا غلاند، يعني كاينه واحد الهرمون جايه من الفوق جايه لواحد لا غلوند وكتقول ليها يلا زيدي تنتي سانتيتيزي الهرمون، بحال مثلا هاد الامثله اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في الديتاي في الدرس الماجي. ليبوفيز مثلا فاش كتمشي لا غلوند تيرويد باش هي بدورها تغياليزي وبيان سانتيتيزي الهرمون ديالها الخاص. هادو هما لي ديكلونشور ديال لي غلوند اندوكرين. دابا غادي ندوز لو سيستيم دو ريترو كونترول دون اسوسياسيون هرمونال. دابا غادي نشوفو منين واحد لا سيلول كتسانتيتيزي لنا واحد لوغمون وكتصيفطو في الدم وكيوصل ديك لا سيلول سيبل. هاديك لا سيلول سيبل الا كان هذاك النسبه ديال لوغمون اللي سانتيتيزات هادي مزيان، اوتوماتيكمون كتصيفط ليها هادي براسها هرمونات كتقول ليها شوفي راه خاصني مازال زيديني. هذا كنسميوه لو ريترو كونترول بوزيتيف او بيان بوزيتيف فيدباك، يعني ان هاد السيلول سيبل بغات مازال يتزادها الهرمون وبالتالي قالت ليها يلا زيديني زيديني، وهذا كيتسمى فيدباك بوزيتيف، يعني راه هادشي اللي سانتيتيزي راه باقي ناقص زيديني راه محتاجه مازال. وكاين واحد الحاله منين مثلا ديك لا سيلول ايميتريس كتسانتيتيزي لينا واحد النسبه كبيره ديال الهرمون. هاد النسبه كبيره ديال الهرمون مثلا كتجي لا سيلول سيبل كتستيموليها، ولكن هاد النسبه ديال لي هرمون لي سانتيتيزات قضات به الغرض ودارت به واحد الوظيفه معينه، هادي حتى هي كتفرز هرمونات وكتمشي لعند هاد الاستاذه هادي اللي هي لا سيلول ايميتريس وكتقول ليها شوفي حبسي بركه عليا راه انا قضيت غرض وهو هذاك. هاد البلان هذا كنسميوه الريترو كونترول نيجاتيف ولا نيجاتيف فيدباك. وان شاء الله في الدرس الماجي غادي نتكلموا اكزاكتومون على لي هرمون لور ديفينيسيون لور كاركتيرستيك لور كلاسيفيكاسيون، يعني شنو هو الهرمون كيفاش نقدروا شنو هما اهم المميزات ديالو، وديك القضيه اللي قلت لكم ديال شكون جدو شكون جد جدو منين اصلو اكسترا غادي ندوي عليها ان شاء الله في ليبيزود الجايه. ونتمنى ان فتكم واحد شويه ووصلت لكم المعلومه كما خاصها توصل. كنبغي نشكركم كاملين على الدعم اللي قدمتوا لنا وعلى تعليقاتكم الجميله والمحفزه. نتمنى انه يعجبكم الدرس، والى عجبكم ما تنساوش ديروا لنا واحد امبتي جيم وواحد السبسكرايب وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش تعمل فائده وباش تدعمونا حتى حنا ونتحفزوا ونحاولوا نعطوا ان شاء الله اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.